بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الجبر. آخر مرة اتكلمنا مع المتتابعة الحسابية وقلنا عندنا موضوعات المتتابعة الحسابية. اتكلمنا مع التعريف الأساسي للمتابعة الحسابية وتكوين متتابعة حسابية بمعلومية الحد الأول والأساس. النهاردة هنكمل موضوعات المتتابعة الحسابية ونتكلم على الوسط الحسابي. قلنا كده الصورة العامة للمتتابعة الحسابية عبارة عن ايه؟ يقول لي ألف و ألف زائد دال و ألف زائد اتنين دال وهكذا. يبقى لو عرفت الحد الأول والأساس نستطيع تكوين حدود أو المتتابعة الحسابية. طبعا اللي هي مرمزوها بالرمز ميم ح. قلنا كده لو عندي ثلاث حدود او الف و ب و ج، ثلاث حدود متتاليه من متتابعه حسابيه، استنتج ايه؟ يقول لي يبقى اساس المتتابعه بيساوي ايه؟ قلنا اي حد ناقص الحد السابق، يعني ب ناقص ألف، أو إيه تاني؟ أو جيم ناقص به، أي حد ناقص الحد السابق. إيه رأيك لما نجمع البه مع بعض يبقى سالب به، تيجي الطرف الأيمن أيوة يبقى موجب به، به وبه يديني اتنين به، بتساوي إيه؟ يقول لي بتساوي ودي سالب ألف الناحية دي يبقى موجب ألف زائد جيم. الكلام هنا مهم جدا، دي خطوة نقف عندها. او هنا ب بتساوي اقسم على الاتنين يبقى ألف زائد جيم على اتنين. الكلام هنا مهم جدا، عندي ثلاث حدود متتالية ألف وب وجيم، ثلاث حدود متتالية من متتابعة حسابية، استنتج ايه؟ يبقى ب يسمى وسط حسابي بين العددين ألف وجيم. كلام ممتع جدا، عندي ثلاث حدود متتالية من متتابعة حسابية، استنتج ايه؟ اللي في النص يسمى ايه؟ حد اوسط بين العددين السابق واللاحق. حلو الكلام، ممتع الكلام. يقول لي ايوه استنتج ايه بقى؟ اقول له به، اقول كده الجملة اهي لفظيا به وسط حسابي بين ألف وجيم. أيوة أستنتج إيه؟ أستنتج معادلة من الدرجة الأولى، معادلة مهمة جدا، تاخد أحد الشكلين، إما الشكل واحد أو الشكل اتنين، هو هو أيوة ده هو ده. يبقى الوسط الحسابي يساوي إيه؟ يساوي مجموع العددين على اتنين. يبقى لو قلت لك أي عددين، أي عددين، أقول لك اتنين وستة، اتنين وستة، اوجد الوسط الحسابي للعددين اتنين وستة. يقول لي سهلة، مجموعهم على عددهم، اتنين زائد ستة تمانية، على اتنين اربعة. لو حطيته بين الاتنين الاربعة اهو، حطيته بين اتنين وستة ايوة اداني ثلاث حدود متتالية من متتابعة حسابية. يبقى دي جملة عايز اجيب الوسط الحسابي ايوة بين عددين معلومين ايوة مجموعهم على اتنين. حلوة اللعبة. طيب لو ثلاث أعداد مجموعهم على الثلاثة، حلو الكلام، أجيب الوسط الحسابي. طيب في طريقة تانية، أقول له أقدر أكون معادلة؟ طبعا، أقول له مجموع العددين اللي هو ألف زائد جيم بيساوي ضعف الوسط الحسابي. خد بالك، أقول لك كده عددين ألف وجيم مثلا عددين وسطهما الحسابي، وسطهما الحسابي بيساوي أربعة. كون المعادلة، واحد يقول لي ألف زائد جيم على اتنين بتساوي أربعة، يبقى ألف زائد جيم بتساوي تمانية، أو على طول بقى
الستار هيقول لي ايه؟ ايوه، مجموع العددين الف زائد جيم بيساوي، افتكر، ضعف الوسط، يبقى 2 في 4 يعني بتساوي 8. كونت معادله جميله جدا الجمله. اذا علمت وسط حسابي بين عددين، ايوه افتكر، اقدر اكون معادله. ازاي؟ يقول لي مجموع العددين بيساوي، حبايبي بيسبقوني وانا سامعهم، بيقول لي بتساوي ضعف الوسط. افتكر عشان هربط الكلام ده مع المتتابعه الهندسيه ان شاء الله بعد كده باذن الله. كلام جميل جدا. يبقى تعاملنا مع مفهوم جديد النهارده، وهو مفهوم الوسط الحسابي. الف وب وجيم ثلاث اعداد مالها، او ثلاث حدود متتاليه من متتابعه حسابيه. ب بيسمى ايه؟ وسط حسابي. بيساوي ايه؟ مجموع العددين على 2. او اكون معادله، ايوه، مجموع العددين الف وجيم بيساوي ضعف الوسط الحسابي. طيب في مفهوم تاني مهم جدا. احنا قلنا عندنا كده متتابعه حسابيه عباره عن ايه؟ يقول لي الحد الاول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، وهكذا وهكذا. كلام جميل جدا. افتكر الجملة اللي جاية دي مهمة جدا. افتكر بقى كل حد من حدود المتتابعة الحسابية ماله؟ هو وسط حسابي بين اللي قبله واللي بعده. الله، جميلة جدا. تاني، يبقى جميع حدود المتتابعة الحسابية هي أوساط حسابية ما عدا مين؟ يقول لي أيوه صح، ما عدا الحد الأول والحد الأخير. يعني لو قلت لك هنا ده حهنون مثلا، يبقى الحد الأول والحد الأخير مش أوساط. ليه؟ احنا قلنا وسط يعني في عدد قبله وعدد بعده، في حد سابق وحد لاحق. هنا الأول مفيش حد قبله والأخير مفيش حد بعده، يبقى بالتالي جميع حدود المتتابعة الحسابية هي أوساط حسابية ما عدا الأول والأخير. يقول لي أيوة، يبقى الحد الثاني هو الوسط رقم كام؟ هو الوسط رقم 1. الحد الثالث الوسط رقم كام؟ رقم 2. الحد الرابع وسط رقم كام؟ 3. الحد الخامس وسط رقم كام؟ الله، يبقى كل حد من حدود المتتابعة ما عدا الأول والأخير، أيوة، ليه اسمين، اسم حقيقي واسم دلع. افتكر الكلام بقى. تاني، هنبدأ إيه؟ هنبدأ للدلع. يبقى قلنا جميع حدود المتتابعة الحسابية هي أوساط حسابية ما عدا مين؟ الله عليكم، ما عدا الأول والأخير. يبقى كل حد من حدود المتتابعة عدا الأول والأخير، أيوة، ليه اسمين، اسم حقيقي اللي هو ح، قلنا ح 2، يبقى ده الحد التاني، ده اسمه الحقيقي. طب اسم الدلع بتاعه؟ الوسط الأول. الله، أحول كلمة وسط لحد. أقول لك كده، وسط واحد بيساوي الحد الكام؟ رد عليا، جميل جدا، الوسط 2 هو نفسه الحد الكام؟ آه، يبقى أحول عشان أجيب قيمة الوسط، أيوه، أحوله لحد، أيوه، أعمل إيه؟ أزود على الرتبة 1. أقول لك عايز الوسط الخامس، يقول لي هو نفسه الحد الإيه؟ الله عليكم، دي طريقة. طب طريقة تانية، هو الحد الخامس ده، الحد السادس ده بيساوي إيه؟ يقول لي عارفه، أ زائد 5 د. الله، ده هو نفسه إيه؟ وسط 5. يبقى عشان أجيب قيمة الوسط، أيوه، معامل د بيساوي رتبة الوسط. الله، تاني اجي اقول لك كده، انا عايز الوسط مثلا الوسط السابع، عندي سكه من 2 وسط 7، ايوه، هو نفسه الحد الايه؟ الثامن، قيمته ايه؟ ا زائد 7 د. صح. واحد تاني لعيب قال لي خلاص انا عرفت اللعبه، اقول لك هات الوسط العاشر، يقول لي يبقى معامل د بيساوي رتبه الوسط على طول، ما منقصش واحد بقى. طبعا أ زائد 10 د اللي هو يكافئ إيه؟ يكافئ ح 11. الكلام كده ممتع جدا. طيب أقول لك كده، في أي متتابعة حسابية الوسط الخامس
هو الحد مين؟ لسه عارفينها عشان احول الاسم الدلع للاسم الحقيقي. ايوه ازود واحد. قلنا النص الخامس هو نفسه الحد الايه؟ جميل جدا، هو نفسه الحد السادس. بيقول لي اذا كان الوسط الحسابي، اذا كان الوسط الحسابي للعددين س و 26 هو 21، اوجد قيمه س. انا عندي مجهول، ايوه يبقى عايز معادله سهله اللعبه. قلنا ايه؟ قلنا مجموع العددين بيساوي ضعف الوسط، يبقى س زائد 26 بتساوي 2 في 21، يعني بتساوي 42. يبقى س بتساوي ايه؟ اودي 26 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، والناتج هو 16. وممتعه جدا جدا جدا. عددان النسبه بينهما 3 إلى 10 ووسطهما الحسابي بيساوي 13، اوجد العددين. خد بالك ما حدش يقول لي الاول بثلاثة والتاني بعشرة. قلنا النسبة بينهم، ايوة نفرض العددين هما الف وب، العددين الف وب، قال لي النسبة بينهما بتساوي 3 إلى 10. وخدنا جملة مشهورة من العام السابق وقلنا النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية. ما حدش يقول لي الف بثلاثة وب بعشرة، يبقى ألف بتساوي إيه؟ يقول لي 3 ميم، وب بتساوي إيه؟ يقول لي 10 ميم أو سين، أي رمز أنت تختاره. افتكر النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية، يبقى ألف بتلاتة ميم؟ أيوة، وب بعشرة ميم؟ أيوة، وسطهم لحسابي عندي؟ أيوة، أعمل إيه؟ أكون معادلة، حد يسمعني، أنا هستنى أسمع حبايبي. جميل جدا، انا سامعك كويس جدا وسامعك انت كمان. جميل جدا، مجموع العددين بيساوي ضعف الوسط. قول الجمله تاني، مجموع العددين بيساوي ضعف الوسط. امتى اقول الجمله الجميله دي؟ اذا علمت وسط حسابي بين عددين. قال لي الوسط الحسابي كم؟ 13. يبقى مجموع العددين اجمع يبقى 3 ميم زائد 10 ميم 13 ميم بتساوي ايه؟ 13. حبايبي لحولي قالوا لي لا، يساوي ضعف الوسط، يبقى 2 في 13. افتكر مجموع العددين بيساوي ضعف الوسط امتى؟ اذا كان وسط حسابي معلوم. اقسم الطرفين على 13، الله مين بتساوي ايه؟ مين بتساوي 2؟ يبقى ألف بكام؟ عوض 3 في 2 6، 10 في 2 ب 20، فعلا العددين 26. لو عايز اجيب الوسط الحسابي عشان اتاكد من شغلي، ايوه مجموعهم على 2، مجموعهم 26 على 2، فعلا اداني الوسط الحسابي 13. وسؤال ممتع جدا. أخش على فكرة جميلة جدا دلوقتي، إدخال عدد محدود من الأوساط الحسابية. لو عندي عددين كده 25 وسالب 21 وبقول لك عددين معلومين، أيوة دخل بينهم 11 وسط حسابي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندي عددين معلومين، أيوة الأول كم؟ 25، الثاني كم؟ سالب 11. هو عايز ايه؟ بيقول لي دخل جوه 11 وسط حسابي، يعني ايه؟ يعني عايز احط بينهم 11 عدد؟ ايوه، عشان ايه؟ عشان اكون متتابعه حسابيه، ما هو قال لي وسط حسابي. عشان كمان شويه بعد كده ان شاء الله هناخد وسط هندسي، يعني متتابعه هندسيه. بيقول لي دخل 11 وسط حسابي بين عددين معلومين، الاول 25 الثاني سالب 11، دخل بينهم 11 وسط حسابي. يعني ايه؟ يعني دخل بينهم 11 عدد حتى تتكون متتابعه حسابيه. تقول لي متتابعه حسابيه، يبقى لازم اعرف حاجتين اللي هم مين. جميل جدا، الحد الاول والاساس. يقول لي ما انا عارف الحد الاول بكام؟ ب 25. جميل جدا، ايه اللي فاضل عشان اقدر اجيب الحد اللي بعده؟ يبقى عايز اعرف مين؟ دال. بقى عندي مجهول، يبقى عايز معادله.
حبيبي شغل مخك، الموضوع مش حفظ ابدا. انا عندي عددين، ايوه، الاول كم؟ 25، الاخير كم؟ سالب 11. عايز تعمل ايه؟ عايز ادخل جوه 11 عدد يعملوا متتابعه حسابيه. يقول لي عشان تعمل متتابعه حسابيه عايز حاجتين، الحد الاول الف والاساس دال. الف عندنا، ايوه، اول حد ب 25. مشكلتك في الدال بقى عندك مجهول، عايز معادله تيجي منين؟ واحد لماح يقول لي الله ده الاول موجب 25 الاخير سالب 11، انا اتوقع ان الحدود بتقل ولا بتزيد؟ جميل جدا، الحدود بتقل، استنتج ايه؟ يقول لي ايوه، يبقى الدال سالبه. طبعا يبقى الاساس بتقل، الحدود بتقل، يبقى الدال سالبه. طبعا الحدود تتناقص يبقى الدال سالبه. اجيب الدال منين؟ خد بالك، انت عايز تدخل كم عدد هنا؟ يقول لي 11 عدد. 11، ايوه، وفي كم عدد هنا بره؟ بين كم عدد؟ بين عددين. 11 عدد بين عددين، ايوه، يبقى كلهم كم عدد؟ يبقى عدد الاعداد كلها كام؟ عايز ادخل 11 عدد بين عددين. الله، يبقى جميع حدود المتتابعه 13 حد. طبعا انت هتدخل 11 وسط، عدد الاوساط 11، يبقى عدد حدود المتتابعه 13، يبقى رتبه الحد الاخير نون زائد 2. افتكر اذا كان عدد الاوساط نون، ايوه، يبقى عدد حدود المتتابعه نون زائد 2. طبعا يقول لي ايوه الاوساط 11، ايوه، يبقى عدد حدود المتتابعه كم؟ 13، ايوه، هو نفسه مين؟ لسه قايل لنا من شويه الحلقه السابقه، ايوه، قلنا رتبه الحد الاخير يساوي عدد الاوساط زائد 2. يبقى الاخ ده كده الحد الاخير رتبته كام؟ يقول لي 13، ها 13 بتساوي سالب 11، عملت معادله، ايوه، الف زائد 12 دال سالب 11، الف عندك، ايوه، ب 25، عملت معادله احلها، جبت الدال. قبل ما احل المهم الفكره، عشان ادخل 11 عدد بين عددين معلومين عشان يعملوا متابعه حسابيه، ايوه، مشكلتك في ايه؟ يقول لي الف ودال. الف عندك، ايوه، ب 25، مشكلتك في مين؟ في الدال، مجهول، ايوه، عايز معادله، اجيبها منين؟ يقول لي هو انت هتدخل كام وسط؟ اقول له 11، يقول لي في 2 بره يبقى 13، عدد حدود المتتابعه، ايوه، تمثل ايه؟ جميل جدا، انا سامعك وسامعك انت كمان، قلتوا لي تمثل رتبه اخر حد، يبقى الحد الاخير قيمته ايه؟ سالب 11، رتبته ايه؟ 13، يبقى ح 13 بسالب 11، عملت معادله، ايوه، ا زائد 12 د سالب 11، عوض عن ا ب 25 ودي الناحيه الثانيه، 12 د سالب كام؟ 36، اقسم على 12، الله، د بسالب 3، ولا احلى ولا اجمل من كده. يبقى الاوساط ايه؟ نقص 3، 22، نقص 3، الله عليكم، 19، نقص 3، 16. يقول لي هفضل اكتب ال 11؟ لا، انت ماشي كده بتعمل ايه؟ يقول لي نقص 3، يبقى امشي كده اعمل ايه؟ ازود 3، يديني كام؟ يديني اخر وسط عندي سالب 8. كلام ممتع جدا. واحد يقول لي ممكن اجيب الدال بطريقه ثانيه، اقول له ازاي؟ انا خدنا قبل كده قانون لايجاد الدال برضه. دلوقتي انا عندي 25 ونقط اهو وسالب 11، وقلنا الاخ ده الحد الاول والاخ ده الحد 13، مش كده؟ حلو جدا، اقدر اجيب الدال؟ يقول لي اي الفرق بين اي حدين؟ ها 13 ناقص الحد الاول، على ايه؟ على فرق الرتب، فاكر؟ اجيب اي حدين، اي حدين، اجيب الفرق بينهم على فرق الرتب. رتبة يعني ايه؟ ترتيب، 13 ترتيب واحد، يبقى تحت بكام؟ 12، فوق ها 13 قيمته كام؟ سالب 11، ها واحد قيمته كام؟ 25، سالب 36 على 12، الله، جبت الدال. يبقى اجيب الدال بطريقتين، عن طريق المعادلة اللي جبناها او عن طريق هذا القانون الرائع. يبقى قلنا كده
احنا قلنا المتتابعه الحسابيه الف الف زائد د الف زائد 2 د الف زائد 3 د وهكذا. والحد الاخير هسميه لام، ايه رايك؟ اللي هو حانون يعني، هسميه لام. يبقى الحد اللي قبليه ايه؟ انا ماشي كده، ايوه بزود د، يبقى انا ماشي كده بعمل ايه؟ انقص د، يبقى لام ناقص د. مين لام؟ الحد الاخير. افتكر بقى الرموز مهمه جدا، اللي قبليه لام ناقص 2 د وهكذا. انت ماشي كده بتزود د، ماشي العكس بتنقص د. ده الوسط الاول صح؟ الوسط الاول. تعالى نجمعه مع ده. ايه ده؟ يقول لي اه ده الوسط الاخير. الله، تعالى نجمع الوسط الاول كده مع الوسط الاخير. يقول لي الف زائد د زائد لام ناقص د. الله، دي راحت مع دي يديك الف زائد لام. الله، مين الف؟ الحد الاول. مين لام؟ الحد الاخير. قاعده جميله جدا. الله، طب الوسط الثاني يساوي الوسط قبل الاخير؟ لا، مجموعهم بقى، مجموع الوسط، اي وسط مع نظيره من الاخر اهو، الوسط زائد نظيره من الاخر يساوي ايه؟ دايما دايما هيديني الف زائد د. حلو القانون ده جدا جدا جدا. تعالوا نشوف كمان تمرين. بيقول لي اذا كان الف وب وسطين حسابيين بين س وص. ألف وب وسطين حسابيين بين س وص، أدي س وأدي ص، فين الوسطين اللي هم ألف وب؟ يبقى ده المعطى بتاعنا. يبقى معنى كده إيه؟ تكون عندي متتابعة حسابية. يبقى ألف وب قال لي وسطين بين س وص، يبقى أحطهم بين س وص؟ أيوه، اتكون عندك متتابعة حسابية. بيقول لك ايه؟ اوجد ص ناقص س على ب ناقص أ بتساوي ايه؟ واحد يقول لي أولا الطريقة الأولى أنا أحط كده الصورة العامة للمتتابعة، أ أ زائد د، أ زائد 2 د، أ زائد 3 د، يبقى س تناظر أ، أ تناظر أ زائد د، ب تناظر أ زائد 2 د، ص. كلام جميل جدا. انت عايز ايه؟ ص ناقص س، فين الص؟ ا زائد 3 د ناقص س ا، طير يديك كام؟ 3 د. طب عايز ب ناقص ا، ب ناقص ا دي ناقص دي، ايوه دول متتاليين يديني د، اقسم فوق 3 د المقام د، طير د مع د يجيلي 3، الاختيار ج، ولا احلى ولا اجمل من كده. كلام ممتع جدا. ناخد كمان فكره. بيقول لي اذا كان المتتابعه حانون متتابعه حسابيه، حيث حانون مديني الحد العام، الحد النوني يمثل الحد العام. عايز ايه؟ الوسط الحسابي بين ح 5 وح 11. عندي طريقتين. الطريقه الاولى يقول لي جيب ح 5 وجيب ح 11، الوسط الحسابي منهم ايه؟ مجموعهم على 2. جميل جدا. يبقى ح 5 بتساوي ايه؟ يقول لي حط لهم ب 5 في الحد العام. 15 ناقص 2، ايوه جميل جدا، 13. عايز الحد ال 11 عوض عنهم ب 11، 33، 33 ناقص 2 يديني 31. يبقى الوسط الحسابي مجموعهم على عددهم على 2 يدينا 44 على 2، يعني بتساوي 22. دي طريقه الاولى. في طريقه ثانيه يقول لي ايوه طبعا، انا بقول لك اوجد الوسط الحسابي بين الحدين ح 5 وح 11. يقول لي اولا الرتب هنا مجموع الرتب كام؟ يقول لي 16 على 2 يديني 8، يبقى الحد الثامن هو الحد الاوسط. الله، طب هو مديك ح نون؟ ايوه، بكام؟ ب 3 نون ناقص 2، هات الحد الثامن، عوض 3 ب 8 24 ناقص 2. الله، ولا احلى ولا اجمل من كده. يبقى اشتغلت بالطريقه الاولى صح، اشتغلت بالطريقه الثانيه برضه صح. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان 1
وسين وصاد في تتابع حسابي. يعني معنى كده الحدود بتكون متتابعة حسابية، يبقى سين ايه؟ وسط حسابي بين واحد وصاد. يبقى هنا وكان صاد تربيع بتساوي سين، يعني شيل السين دي وحط مكانها صاد تربيع، يبقى معنى كده واحد و واحد و صاد تربيع و واحد وصاد تربيع وصاد تكون متتابعة حسابية. اوجد قيمة صاد، يبقى عندك مجهول، يبقى عايز معادلة. يقول لي اولا دي متتابعة حسابية، يبقى صاد تربيع عبارة عن ايه؟ جميل جدا سامع حبايبي، قالوا لي وسط حسابي بين الف بين واحد وصاد، اكون معادلة. ايوه مجموع العددين مالهم يساوي ضعف الوسط. مجموع العددين ايوه واحد زائد صاد بيساوي ايه؟ ضعف الوسط، يعني بيساوي اتنين صاد تربيع. عملت معادلة ايوه تعال نظبطها، يبقى اتنين صاد تربيع بتساوي واحد زائد صاد. خش جوه واعمل معادلة ونعمل مقدار ثلاثي، تعال حلل معايا. ايوه يبقى اتنين صاد في صاد والواحد واحد في واحد، والكبير ياخد اشارة الاوسط سالب وده موجب. ايوه الوسطين صاد، الطرفين سالب اتنين صاد، مجموعهم بيساوي سالب صاد. اما الاول بصفر ومنها صاد بتساوي سالب نص، او التاني بصفر ومنها صاد بتساوي واحد. وهو في التمرين قال لك ايه؟ قال لك شرط مهم جدا، سين لا تساوي صاد لا تساوي واحد، يبقى دي مرفوضه، يبقى صاد بتساوي سالب نص، والاختيار بتاعي هو الاختيار د. الفكره اللي بعدها بيقول لك ادخل ثمن اوساط بين عددين معلومين. احنا عرفنا اللعبه، مين الاول؟ لو 2. مين الاخير؟ لو 1024. ممكن احللها؟ ايوه 2 اس 10. الاس ينزل في المعامل؟ ايوه ده جمال وحلاوه الترم الاول، فاكر؟ مع اللوغاريتمات. 1024 عبارة عن 2 أس 10، وقلنا الأس ينط بره، يبقى كأنها 10 ل 2. إيه مشكلتك؟ عايز أدخل 8 أعداد عشان يتكون عندي متتابعة حسابية. إيه مشكلتك؟ الدال، الدال قلنا طريقتين، فاكر؟ قلنا 8، يبقى الأخ الأخير ده نمره كام؟ أنا مستني، عدد الأوساط 8، يبقى رتبة آخر حد تساوي كام؟ الله حبايبي قالوا لي رتبة الحد الأخير بتساوي عدد الأوساط زائد 2، يبقى 8 زائد 2 بتساوي 10، يعني الحد العاشر بيساوي 10 لو 2. كلام رائع جدا. أنت عايز إيه؟ عايز الدال. 10 بتساوي إيه؟ يقول لي ألف زائد 9 دال بتساوي 10 لو 2. ألف عندك؟ ايوه الحد الاول هو لو 2 زائد 9 دال تساوي 10 لو 2. عملت معادله رائعه وحبايبي هيسبقوني، 9 دال بتساوي 10 لو 2 ناقص لو 2 9 لو 2، اقسم الطرفين على 9 يؤدي الى دال بتساوي لو 2، ولا اروع ولا اجمل من كده. يلا الاوساط عباره عن ايه؟ يقول لي سهله، هنزود لو 2 مع لو 2 يديني 2 لو 2، زود كمان لو 2 3 لو 2، ونقط نقط نقط، ماشي كده بزود لو 2. طب امشي كده عايز اجيب اخر وسط، يقول لي نقص لو 2، يبقى 10 لو 2 ناقص لو 2 يديني 9 لو 2. واحد قال لي هنعملها لو 4، المعامل ينط في الاس، برضه صح، والمعامل ينط في الاس لو 8 وهكذا، والمعامل ينط في الاس 2 اس 9 512. عملتها كده صح، عملتها كده برضه صح. اظن الكلام ممتع جدا جدا. تعالوا نشوف الفكره اللي بعدها. بيقول لي اذا ادخلت عده اوساط حسابيه بين عددين 1 و17، اكتب مسألتك قدامك واتكلم مع المسألة وفكر مع المسألة وسمعني صوتك. ادخلت عدة أوساط، يعني ما قاليش كم وسط، أنا هفرض هنا عدد
الأوساط نون وسط حسابي. حد يقول لي رتبة آخر حد، الحد اللي قيمته 17 رتبته كام؟ أنا مش هقول بقى. قلت لك لو كان الأوساط 8 يبقى رتبة الأخير كام؟ 10. الأوساط 11 رتبة الأخير كام؟ 13. يقول لي أيوه افتكرت، قلنا رتبة آخر حد تمثل عدد حدود المتتابعة تساوي إيه؟ عدد الأوساط زائد 2. الله عليكم، يبقى ح ن زائد 2 فعلا. طب حد يقول لي القانون بتاع دي إيه؟ يقول لي لأ ده أنا عارف ح ن بس. أ زائد ن زائد ناقص 1 لكل بدال. أقول له ما هي هي أهو، أ زائد المعامل ماله يقل 1 عن الرتبة، الرتبة كام؟ ن زائد 2 قل 1 ن زائد 1. الكلام سهل جدا، هو نفس القانون، قانون الحد العام. أقول لك أوجد ح كاف، أ زائد كاف ناقص 1 لكل بدال، هي هي. أوجد ح كاف زائد 1، يبقى أ زائد كاف ده معامل ده يقل 1 على رتبة الحد. أ عندنا أيوه، أ عندنا بواحد. أنت عايز إيه؟ يقول لي عايز عدد الأوساط، عايز النون يعني. عد الأوساط نون، أنا فرضه عشان أجيب النون، عايز أعرف مين؟ يقول لي عايز أعرف أ ودال. أ عندنا أه بنت حلال، أ واحد. مشكلتك فين؟ في الدال. يبقى الله، طب أنا عندي مجهولين، يبقى أنا عايز كمان معادلة. فين المعدة؟ هو ادهالك، قال لك إذا كان الوسط 7 ماله يساوي 3 أمثال، يعني 3 في الوسط الثاني. الوسط السابع قيمته إيه؟ خدنا طريقتين، واحد قال لي أجيب قيمته مباشر، أيوه، اسم الدلع، عايز أجيب الاسم الحقيقي، أيوه، زود عليه 1. الوسط السابع، أيوه، هو الحد الثامن. طب قيمته ايه؟ ا زائد 7 د. واحد تاني لماح قال لي لا مش هحوله لحد، ما انا عرفت اللعبه. اقول له ازاي؟ يقول لي معامل د بيساوي رتبه الوسط. الله، رتبه 7 يبقى قيمته ا زائد 7 د تساوي 3. اوعى تنسى القوس، ا زائد ايوه جميل جدا، وسط يبقى ب2 د زي ما هي. افتكر دي قيمه الوسط، ايوه معامل د بيساوي رتبه الوسط. وزع معايا، يبقى ألف زائد 7 د بتساوي 3 ألف زائد 6 د. حلو، ألف عندك بواحد، يبقى عوض عن ألف بواحد، 3 في 1 ب3. جمع 7 د ناقص 6 د د 3 ناقص 1. الله، جبت الدال واتحلت مشكلتي، أقدر أجيب النون. مفيش أحلى من كده ولا أجمل من كده. أوعى توزع، عرفنا اللعبة. المجموع بإشارة مخالفة والمضروب ينزل مقسوم، المجموع بإشارة مخالفة والمضروب ينزل مقسوم. 17 ناقص 1 16 على 2 8، يبقى ن زائد 1 بتساوي 8، ودي الناحية التانية ون بتساوي 8 ناقص 1 7. إذا عدد الأوساط هم 7، ولا أحلى ولا أجمل من كده. وتعالوا نشوف آخر تمرين النهاردة، بيقول لي إذا كان أ وب وج ودال متتابعة حسابية وكان ب بتساوي 8، فإن الوسط الحسابي للأعداد. عندي 3 أعداد، يبقى الوسط الحسابي مجموعهم على عددهم، يبقى أ زائد ب زائد ج على 3. الله، طب ما هو قال لي هنا الأعداد في تتابع حسابي، أ وب وج في تتابع حسابي. افتكر، يقول لي أيوه، يبقى معنى كده ب عبارة عن إيه؟ عبارة عن وسط حسابي. الله، اديني المعادلة. يقول لي ايوه، يبقى مجموع العددين أ زائد ج بتساوي ايه؟ يقول لي بتساوي 2 ب، ضعف الوسط. شيل هنا أ زائد ج، حط مكانها 2 ب، 2 ب ايوه، وفي ب كمان هنا، يبقى 2 ب زائد ب يديني 3 ب، على كام؟ على 3. يبقى معنى كده الوسط الحسابي بيساوي ب، قال لك علما بأن ب بتساوي 8، يبقى معنى كده الوسط الحسابي بيساوي 8، والاختيار بتاعي الاختيار ب، ولا أحلى ولا أجمل من كده. طبعا في أفكار أعلى، أيوه طبعا في أفكار أعلى، بس إحنا في بداية الموضوعات، يعني تفهم كويس قوي يعني إيه متتابعة حسابية، وإمتى أكون متتابعة حسابية،
وازاي اعمل اوساط حسابيه؟ ولو عندك وسط حسابي معلوم استنتج معادله شكلها ايه؟ يقول لي ايوه مجموع العددين بيساوي ضعف الوسط، عشان بعد كده اقدر العب بالافكار ونقلب الافكار ان شاء الله. كده فاضل لي موضوع واحد اللي هو المتسلسله الحسابيه، يعني مجموع نون حدا من حدود متتابعه حسابيه في الحلقه القادمه باذن الله. وقبل ما نختم تعالى خد الواجب بتاعك، التمرين رقم 1، تمرين رقم 2، تمرين رقم 3، تمرين رقم 4، وانا في انتظار الواجبات لاولادي. وربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب ويفرحني بيكم دايما ويقدرني انا وكل فريق العمل على مساعدتكم للوصول للتفوق دايما باذن الله. والى اللقاء، مع تحياتي انا وكل فريق العمل، امنياتنا لكم بالنجاح والتفوق، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.